أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث في التفاعيل العشرة. سبق أن قلنا إن الوزن مثل الجملة في النحو. الكلمات هي التي تكون الجملة، الحروف هي التي تكون الكلمات. واضح؟ هذا مثال تقريبي فقط لكي تفهم. فالأسباب والأوتاد والفواصل مثل الحروف تكون الأجزاء أو إنشطة تكون التفاعيل، والتفاعيل تكون الوزن. لذلك هنا كتبت الأسباب والأوتاد والفواصل، ثم هنا التفاعيل العشر، والوزن حركات وسكنات. خلاص، نحن نحتاج فقط إلى الحركة والسكون لا الغير. إذن حركة سكون يسمى بسبب الخفيف، كما سبق أن قلنا حركتان السبب ثقيل، حركتان مع السكون في الأخير الوتد المجموع، حركتان بينهما سكون الوتد المفروض. وأنا أعمل بهذه الأربع فقط، الاثنتان الباقيتان لا أعمل بهما. ثلاث حركات مع السكون الفصلة الصغرى، أربع حركات مع السكون الفصلة الكبرى. انظروا، هذه هي التفاعيل العشرة وهذه هي الأجزاء التي بها نكون الوزن. ولكن هذه الأجزاء أو هذه التفاعيل كل تفعيلة مكونة من هذه الوحدات. انظر، التفعيلة الأولى حركة، حركة سكون، حركة سكون، يعني نقسمه هكذا اثنين. الجزء الأول هذا الوتد المجموع، الجزء الثاني سبب خفيف، والتفعيلة الثانية هكذا. وأنا رتبتها هكذا بهذا الترتيب ليسهل لك الحفظ، لأن التفعيلة الأولى والثانية كأنها عكس، الوتد أولا ثم السبب، هنا السبب أولا ثم الوتد. عندما تحفظ هكذا يكون سهلا لديك. فإذا تقعس فقط الوتد المجموع ثم سبب خفيف، ثم عندما تقدم السبب الخفيف على الوتد المجموع يصبح تفعيلا. وهنا إننا نقسمه ثلاثة، وتد مجموع، سبب خفيف، سبب خفيف، حركة، حركة سكون، حركة سكون، حركة سكون. نأتي إلى هنا العكس أيضا، يعني نقدم السببين ونؤخر الوتد يصبح تفعيلة أخرى. عندنا هكذا، أليس العكس؟ طيب، يكون أربع تفاعيل. ثم نأتي إلى هنا نقسم هكذا ثلاثة، وتد مجموع، سببه سببه ثقيل وسببه الخفيف، ثم العكس تؤخر الوتد المجموع إلى الأخير ثم تقدم، يعني كأنك تأخذ هكذا الأربع وتضع هنا والثلاثة هنا. انظر، أليس هذه الأربع هي هنا ثم الوتد في الأخير؟ واضح؟ طيب، ثم نأتي إلى هنا نقسمه هكذا، ما هذا؟ الوتد المفروض، سبب خفيف، سبب خفيف، تأخذ هذا وتجعله في الأخير، سبب خفيف، سبب خفيف، وتد مفروض، ثمانية. إذن بقي تفعيلتان اثنتان، وهذا ما في قضية العكس، ستحفظ هكذا. فنقول هنا
سبب خفيف سبب خفيف وتد مجموع. ممكن نقول تأخذ الوتد المجموع وتجعل في الوسط. ممكن نقول هذا لكي تفهم لكي يسهل لك الحفظ. في الأخير تأخذ السبب الوتد المجموع وتجعل بين السببين ويشبه هذا. انظر أخذنا هذا وجعلناه بين السببين. في العروض في الوزن نريد الحركات والسكنات. لكن انظر هل أنت تستطيع أن تحفظ تقول حركة حركة سكون حركة سكون حركة سكون حركة حركة سكون؟ هل هذا الحفظ سهل؟ ليس سهل، سيختلط عليك. لذلك العروضيون والصرفيون والنحويون أجمعوا على اختيار مادة لغوية لصياغة الأوزان لتلك المادة. أجمع الصرفيون والعروضيون والنحويون على هذه المادة، مادة فاء الفاء العين اللام. من بين أفعال اللغة العربية، من بين المواد في اللغة العربية، عندما نقول مادة ليس كما تعرفون مادة نحو مادة العبدالة، مصطلح في المعجم في عند علماء المعجم. عندما تقول شاربة الشين والراء والباء تسمى في علم المعجم بالمادة. واضح هذا؟ إذن المادة الفاء العين واللام اختارها العروضيون والصرفيون والنحاة لصياغة الأوزان. إذن هذا مثل الظرف عند العروضيين، مثل الظرف. تعرفون الظرف؟ نجعل فيه الرسالة. هل أنت عندما ترسل الرسالة إلى واحد وتجعل الرسالة في الظرف، هل المقصود الظرف؟ المقصود ماذا؟ الرسالة ليس الظرف. إذن المقصود على حركات والسكنات وليس فاعلة. لكن نأتي بفاعل لكي يسهل لك حفظ هذه الحركات والسكنات. فهمت هذا؟ طيب، إذن الأصل والمادة الأصلية الفاء والعين واللام. ولكن لنستخدم هذه المادة لابد أن نغير قليلا، لأن هذه الحركات أو هذه التفاعيل أكثر من ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وهذا ثلاثة لا يمشي. لذلك لابد أن نصوغ هذه المادة على شكل كلمة تفهمها في اللغة العربية. لذلك هذا هو الأصل وفيه الفروع سنزيد. فهمت هذا؟ لكي تحفظ الأصول والفروع معا نسهل لك. نقول انظر لمعت سيوفنا، لمعت سيوفنا، المقصود اللام الميم العين التاء السين الياء الواو الفاء النون الألف. الأصل فاء والعين واللام. انظر هنا فاء هنا عين هنا لام، هذا هو الأصل. الأصل ثم ما بقي زيادات. إذا التفعيلة الأولى التي هي حركة حركة سكون حركة سكون الحفظ صعب. ماذا نفعل؟ نقول فعول. عندما تقرأ ف في حركة أو سكون، رو حركة أو سكون، الواو سكون، لو حركة أو سكون، النون. إذن أنت عندما تقول فرولن كأنك قلت حركة حركة سكون حركة سكون. إذا المقصود ليس فعول لكن المقصود الحركات والسكنات في فعول. واضح هذا؟ طيب انظروا فعول عندنا الأصل فعل ثم الواو ثم النون. الواو والنون زائدة الأصل الفاء والعين واللام. فهمت هذا؟ ثم نأتي إلى التفعيلة الثانية فنقول فا
تحليل المقصود في فاعل ليس فاعل بل فا حركة الألف سكون عي حركة لو حركة النون سكون ثم نأتي إلى التفعيل الثالث نقول مفاعل واضح؟ التفعيل الثالث مس فهمت؟ تفعيل واضح؟ التفعيل الخامس أليس كذلك؟ إننا مفاعلة السادس عندنا متفاعل يكون كم ستة ثم السابعة عندنا فاعلة واضح الثامنة عندنا مفعولة تبي ليس تن تو مفعولات فهمت؟ ثم عندنا هنا مستفعل أليس كذلك؟ لا لا ذكرنا مستفعل هنا ماذا تركنا؟ لا لا مستفعل أيضا ما تقسيم مستفعل لون كلا أين الميم سما؟ لا هنا انظر فا لا هنا فاعلة فاعلة تن لم نقسم هذا نعم مستف انظر مس تفعيل لن واضح نقسمه هكذا واضح مس تفعيل لن يختلف عن هذا هنا سبب سبب واتب أما هنا سبب واتب مفروض سبب فهمت هذا؟ إذن هنا سبب سبب واتب مجموع إذن هذه التفعيلة تبقى منفردة وهذه تبقى منفردة هذا مع العكس أو هذه التفعيلة مع عكسها هذه مع عكسها هذه مع عكسها هذه مع عكسها منفردة منفردة وهذه هذا؟ طيب إذن الأوزان الستة عشرة سنختار إما واحد هنا واحد هنا ونكون فالبحر الطويل مثلا فاعول ومفعيل انتهى كأن البحر الطويل عبارة عن واتب مجموع سبب خفيف واتب مجموع سبب خفيف سبب خفيف أربع مرات فهمت هذا؟ هل فهمتوا؟ البحر المديد فاعلات فاعل فاعلات إذن أين فاعلات؟ هنا فاعلات فاعل فاعلات البحر البسيط مثلا من الأوزان مستفعل فاعل مستفعل فاعل عندنا مستفعل فاعل مستفعل فاعل البحر الكامل مثلا ست مرات متفاعل 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 البحر الرجز مثلا مستفعل ست مرات مستفعل 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 ست مرات وهذه هذا إذن نلخص ماذا نقول ثم لماذا أنا أقول لا أعمل بالفاصلة هل سمعتم عن الفاصلة هنا ما في فاصلة التفاعل الأشرة أسباب وأعداد فقط ما في فاصلة ممكن في حالة ما دخل التغيير الجائز سيبقى معنا جزء نسميه بالفاصلة أو الجمع بين السبب الثقيل والسبب الخفيف
يأتي ب الفاصلة الصغرى مثل هذا، وإلا الفاصلة الصغرى والكبرى ليست أصليتين. الأصول عندي السبب الخفيف والثقيل والوتد المجموع المفروض. إذن الخلاصة أن الأوتاد والفواصل هي التي تكون التفاعيل كما رأيتم، والتفاعيل هي التي تكون الوزن. فهمتم؟ ثم نحن نعمل فقط بالحركات والسكنات، إلا أنه لا يسهل حفظ الحركات والسكنات هكذا، سيختلط عليك. فجاء العربيون بمادة فاعلة ليكون الحركات والسكنات رسالة داخل الظرف الذي يسمى بهذه الحروف. وفاء والعين ولم أصول، والزيادات الحروف الأخرى ميم تا سين يا واو نون ألف. ثم من بين هذه الحروف هناك حروف إذا رأيتها على طول في رأسها حرف متحرك، وحروف إذا رأيتها حرف ساكن على طول. فالياء مثلا والألف والنون حروف ساكنة، واضح هذا؟ طيب، ثم عندما سنصل إلى التغيير الجائز هناك ما سنسمي شيء بينقل. ينقل سترى أنه ينقل لأجل هذه الأصول، لكن للحديث بقية نكتفي بهذا القدر.